السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كشفت قناة روسيا اليوم عن مفاجأة جديدة بخصوص الدول المرشحة للتصويت على الملف المغربي يوم 13 يونيو لتحديد الدول الفائزة بشرف تنظيم مونديال 2026. وحسب ما أكدت قناة روسيا اليوم، فإن مجموعة من الدول ستصوت لصالح الملف المغربي ضد الملف الأمريكي، ومن بين الدول التي كشفت عنها القناة تأتي الجمهورية الإيرانية التي رغم قطع علاقاتها الدبلوماسية مؤخرا ستصوت لصالح المغرب. وأضافت قناة روسيا اليوم أن دول مثل تركيا، الدنمارك، إيطاليا والبرتغال وإسبانيا ستصوت للمغرب لاستضافة مونديال 2026، حيث أكدت أن هذه الاتحادات دعمها للملف المغربي وثقتها في قدرته على التفوق على الملف الأمريكي الثلاثي. وحسب قناة روسيا اليوم، فإن مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية ستنضم إلى كل من إسبانيا والبرتغال وإيران في الأيام المقبلة، إذ من المنتظر أن تصوت لصالح المغرب يوم 13 يونيو المقبل. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات